السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية تسمين أغنياء من الألف للياء. النهاردة في مجموعة أسئلة كتير، اتأخرنا يوم عن الرد بس إن شاء الله نحاول نسرع قدر المستطاع. النهاردة السؤال الأول، الديكتو ماكس يعادل الأيفوماك؟ الديكتو ماكس يعادل الأيفوماك مع الديدان الكبدية، يعني الديكتو ماكس نفس مفعول الأيفوماك السوبر اللي هو الأيفر ماكتين السوبر ما فيما عدا الديدان الكبديه، يعني بيشتغل كل حاجه، ديدان معويه، ديدان رئويه، نغف انف، جرب جلد، حشرات خارجيه اللي هي الجراد والبراغيث ما عدا الديدان الكبديه. يعني لما تحقن الديكتوماكس بتحقن معاه ابر للديدان الكبديه. عندي خرافين وزن 25 كيلو بقالهم شهرين وبكتر من المركزات بس ما فيش فايده، انا حاططهم على انبر. ماما انت بتديهم علف، ايه العلف اللي بتديه لهم اول حاجه؟ وتاني حاجه بتديهم الكميه قد ايه؟ تالت حاجه مفيش ظهر عليهم، انت وزنت بعد شهر او وزنت بعد 15 يوم؟ قول لي الزياده قد ايه؟ كده سؤالك مش واضح، وضح لي سؤالك، فسر سؤالك. بتعلف علف ايه؟ وبتدي الكميه قد ايه للخروفين كل يوم؟ والخروفين زادوا قد ايه في خلال 10 ايام او 15 يوم؟ عشان اقول لك كويسين ولا مش كويسين. يا ريت لو تعمل حلقة تفصيلية عن استقبال أغنياء عمر شهرين، إن شاء الله بإذن الله أول ما تسمح الفرصة هنجيب شوية إن شاء الله ونسمنهم مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعرف 50% عيش، 20% كسب صويا، 20% رضة، 10% ذرة. الخرفان وزن 40 كيلو، العيش الكتير فيه مشكلة 50 و60. لا إن شاء الله العلفة بإذن الله مظبوطة بإذن الله. هل العلفة دي بتطلع دهنة؟ لا إن شاء الله مظبوطة، إن شاء الله كويسة. السؤال اللي بعده، هل يصلح كسب الزيتون اللي هو التفل الزيتون ماشي كعرف الاغنام؟ والله علم اسمع، انا ما استخدمتوش للاسف، انا ما استخدمتوش، بس هما ناس بتستخدمه. بس يعني بما انك ما استخدمتوش جربه في حدود 10% 15% في العلفة، لان ممكن الغنم كمان ما ترضاش تقبل عليه تاكله وممكن تاكله، فكده او كده هو العلف بيتحط في حدود 10 او 15% تقريبا يعني. اما لو في ناس تعرفها استخدمته، لو عرفت حد بيستخدمه بكميات اكبر هنقول لك ان شاء الله. بس مبدئيا اي خامه اعلاف غير تقليديه جديده او مش جديده، هي موجوده من زمان، خامه مش موجوده باستمرار، ما تكترش منها في اول ما تحطها للاغنام. حاول تخليك في المستطاع، طالما مش علف تقليدي منتشر وبيتاكل منه الغنم باي كميه مفيش مشكله، فخليك 10 أو 15%. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم كمية العلف الخروف الواحد من مواد الذرة اللي هو العلف، يعني الذرة والشعير والنخالة وزهرة الشمس؟ وممكن تحط مخلفات الرز، ممكن تحط مخلفات الرز طبعا العلف مش مشكلة، بس الجريش ايه هو؟ انا مش عارف، يمكن اضافة الجريش، مش عارف الجريش ايه هو، لكن مخلفات الرز ممكن تضيفها مفيش مشكلة. كم النسبة؟ 3% في حالة التسمين السريع، 3% في اليوم. يعني الخروف 25 كيلو ليه كيلو لربع علف في اليوم من المواد دي، ليه كيلو إلا ربع، تنقسم نصهم صبح نصهم بالليل. عندي خرفان مدخلهم من 5 إلى 7 كيلو، 5 إلى 7 كيلو ده حرام عليك، غنم من 5 إلى 7 كيلو دي غنم المفروض ما كملتش شهر ورمها، يعني ما شبعتش، يعني ما تأسستش، يعني هتنفخ في قربة مخرومة. وانت طبعا قايل لي ليهم عندك 5 شهور واكبر واحد فيهم 20 كيلو دلوقتي، 5 شهور وهم قول كان عمرهم شهر، يعني 6 شهور وزنه 20 كيلو شوية خالص، يعني بمعدل زيادة في الشهر ده لو هو نزل وزن، لو هو نزل من بطنهم وزنه صفر هيبقى كده بمعدل 3 كيلو في الشهر. طبعا هو بينزل على الاقل 2 كيلو ونص على الاقل، يعني 2 كيلو ونص 3 كيلو، يعني هو 3 كيلو يعني كده بيزيد في الشهر 2 كيلو ونص شوية خالص. ولو انت بتعلف علف مظبوط والزيادة ديت الغنم دي تخلص منها احسن، يعني هي هتسمن لكن مش هتدي اوزان، يعني هتشيل لحم على حجمها الصغير ده، فكده الغنم عندك مش متأسسة. لما تجيب غنم من عش تكون لسه مفطومة، بترضع من رمها لسه مفطومة، عمر 3 شهور ما تقلش عن 20 كيلو، ما تقلش عن 20 كيلو.
عندي نعجة ضعيفة فيها إسهال في سيلان في الأنف، يعني يقصد سيلان في الأنف، فحقنتها إيفوماك ولم تشفى فحصتها في العين، لاحظت الشرايين حمراء وبعض الزرقاء. لو الشرايين في العين زرقاء لونها أزرق واضح، الشرايين غامقة زرقاء، ده معناها ديدان كبدية، عاوزة إبرة للديدان الكبدية. أما سيلان الأنف ملوش أي علاقة بالديدان الكبدية. سيلان الأنف ممكن يكون ديدان نغف، وممكن يكون شوية برد، شوية التهاب في الجيوب الأنفية. فبالنسبة لسيلان الأنف ممكن تحقن مضاد حيوي زي اتحنت أيفومك، خلاص يبقى ديدان النغف خلاص خلصت. إنما ممكن يكون شوية برد أو شوية التهاب في الجيوب الأنفية، احقن فلور فينيكول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كم كملت علي بردتي ذلك الخروف الرضيع من عمر يوم إلى عمر شهر؟ والله ده رزق يعني، الخروف اللي بيرضع، بس انت عاوز يعني كمية علمية ولا عشان ترضع؟ نصيحة، الرضاعة في من غير لبن الأم بتختلف تماما 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 عن الرضاعة الطبيعية. المزارع الكبيرة بتاعت البقر فقط لا غير، مزارع الأبقار فقط لا غير، بيتبقى منهم كميات ألبان، هو اللبن اللي بيرضعه العجل من أمه هم بيحلبوه، وفي بواقي بتتبقى، في حاجات باقية بتتبقى مرتجع لبن زيادة بيحطوه في الرضاعات وبيطلعوا عليهم العجول. أما حكاية الأغنام ما انصحش الرضاعة الصناعية أبدا، اترضعوا لبن بقر ما بيطلعش معاك كويس. ولكن عموما الخروف ممكن على حسب أمه، لو أمه بتجيب نص كيلو لبن كخروف، وأمه بتجيب نص كيلو لبن معناها في الشهر هيرضع 15 كيلو لبن لو هو فرضاني واحد بس، وممكن تكون هو بتجيب كيلو لربع لبن في اليوم، يعني كده بيرضع 20 كيلو تقريبا، اقل من 20 كيلو يعني، بس نقول 20 كيلو في الشهر، 20 كيلو لبن في الشهر، يعني متوسط من 15 ل 20 كيلو لبن في الشهر المفروض الخروف بيرضع في الشهر الاول. السؤال اللي بعده، هل تربيه المعز في السطح؟ انا اشتريت معزه واحده كبيره. السؤال الصراحه الكتابه مش واضحه، يا ريت توضح الكتابه. بس المهم، اشتري معزه صغيره عمر شهرين، هل تموت؟ اول شيء الموت والحادة بيد ربنا طبعا، بس انت جايب معزة، والماعز بالذات يعني اضعف من الاغنام من الخرفان، وماعز عمر شهرين تعتبر لو شبعانة لبن كويس، اهتم بعلفتها كويس ان شاء الله هتطلع معاك، ودفيها كويس من الساعة. عندي صغير ماعز عمره 5 ايام، بطنه منتفخ كتير وما زال في حالته العادية، طالما نشاطه حلو واكلته حلوة وحركته حلوة ورضاعته حلوة، بس في انتفاخ، دي بتبقى غازات، 5 سنتي زيت اكل، 5 سنتي بالابرة كده زيت اكل، تشربه، تشيل السن الحديد وتشربه في الفم، 5 سنتي زيت اكل، دي غازات ان شاء الله هتختفي على طول، وهتطلع، هتطلع الغازات دي على طول بعد نص ساعة من اول ما تشربه زيت الاكل، نص ساعة وهتلاقي بطنه الغازات دي طلعت كلها، طالما الخروف نشاطه او الصغير اللي هو الجدي او الربعية نشاطها حلو ورضعتها كويسه، دي لها 5 سنتي زيت اكل بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو انا داخل دوره تسمين باوزان مختلفه والغنم تعلف مع بعض، كيف يتم احتساب ال 3% من معرفه كميه العلف المركزي للتسمين بتقديمها، وكيف اضمن ان كل خروف سياكل علف مركز بكميه 3% من وزنه ولا يتجاوز هذه النسبه مما يخلق خلل في نسبه؟ السؤال ده دايما بتساله، والخلاصه انا فهمت سؤالك، انت عندك اغنام متفاوتة، هضرب لك مثال سريع عشان تعرف اوصلك المعلومة، انا بتكلم على الوزن المتوسط، وزن المتوسط هوصلك سوء المعلومة بسرعة. هنفترض ان عندي 4 خرفان، هنفترض ان عندي 4 خرفان، 2 كل واحد 25 كيلو، 1 50 كيلو، طبعا تفاوت في الاوزان ده ما يكونش مع بعضها في التسمين، يعني في فرق 25 كيلو بين اصغر خروف واكبر خروف، ياما الخروف الكبير هينطح الخروف الصغير ممكن يموت ولا يكسره، التفاوت بيكون في حدود 10 كيلو المفروض، يعني كده من اصغر حاجه لاكبر حاجه ما يزيدش عن 10 كيلو، بس انا هضرب لك المثال كده للتوضيح، خروفين كل واحد 25 كيلو وخروف 50 كيلو، الثلاثه مع بعض وزنهم كام؟ الثلاثه مع بعض وزنهم 100 كيلو، 25 و25 و50، يبقى عاوز اجيب الوزن المتوسط بتاعهم، هنحسبهم لك على الوزن المتوسط وهحسب لك ككل خروف لوحده، الوزن المتوسط بتاعهم قد ايه؟ 25 زائد 25 زائد 50 100، 100 على 3 يعني 33 كيلو، ده الوزن المتوسط 33 كيلو. طيب احنا قلنا 3%، طبعا كلمة 3% 3% دي بعد التدرج في العلف، يعني بعد ما يكون الخروف اتعود على العلف، هو ال 3% دي أقصى كمية ياكلها، 3% علف مركز بدون مادة ملقى، 3% علف مركز في اليوم، مش هيقدر ياكل أكتر منها المفروض، دي أقصى كمية علف بياكلها في اليوم،
علف مركز بدون اي ماده مالئه، الماده المالئه بعد العلف او في وسط العلف بس مش محسوبه من ضمن ال 3%. يبقى انا حسبت ال 3% على اساس الوزن المتوسط، الوزن المتوسط 33 كيلو، 33 في 3 على 100 هيديك تقريبا 1 كيلو، هيديك 1 كيلو لكل خروف كام؟ 1 كيلو، هم 3 خرفان يبقى الكميه 3 كيلو. طيب لما اجي احسبها كل واحد لوحده، طبعا انا بديك على طريقه الحساب الوزن المتوسط، الوزن المتوسط لو عندك 100 راس مش هتوزنهم كلهم وهتقسمهم على عددهم، لا انت في عين هتبص بيها وهتعرف وزن عشوائي، وزنت 5 6 عشوائي كده عرفت الاوزان اصغر حاجه واكبر حاجه، اضرب على المتوسط. بعد كده بيبان من التجربه، بيبان من لو الاعداد كبيره بيبان من التجربه. لما طلعت الوزن المتوسط مثلا كل خروف كيلو ومعاك 100 خروف يبقى 100 كيلو، حطيت ال 100 كيلو لقيتهم خلص وتلحستهم الغنم في خلال 10 دقائق، يبقى كده الغنم لسه جعان. المفروض لو انا كميه العلف حاسبها مظبوط، المفروض العلف يقعد في المعلف في الطواله بتاعت العلف على الاقل ساعه او 10 دقائق، بعد 10 دقائق ربع ساعه كله كل كله شبع، لازم الاقي بواقي بسيطه، بواقي بسيطة في العلافات، بواقي بسيطة حتى وإن كان مثلا أنا معايا 100 كيلو حطيتهم، على الأقل هلاقي بواقي 2 أو 3 كيلو، لو كنست الطوائل كده كلها كنستها هلاقي 2 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو علف في المعالف. بالنسبة لك علف مركز بدون تب، كعلف مركز بدون تب، لا لو علف أنا حاطط عليه تب، لا يبقى كده هيقعد على الأقل 4 5 ساعات، على الأقل 3 4 ساعات. ولكن انا بتكلم على علف مركز فقط لا غير، ان انت بتحط علف مركز والماده المالئه بتحطها قبليه او بعديه، المهم ما تكونش معاها ماده مالئه. ده في الحاله دي في خلال نص ساعه ساعه يكون العلف اتاكل كله، خلص قبل كده يبقى الغنم لسه جعان. فانا حسبت لك على وزن متوسط، ما حسبناش الاول صح النقطه الثانيه اللي هي الاربع خرفان، حسبت لك وزن متوسط طلع 33 كيلو، يعني كل خروف كيلو يبقى 3 كيلو. طب لو حسبتهم كل واحد لوحده، ال 25 ليها قد ايه؟ ليه كيلو لربع، وال 25 الثاني ليه كيلو لربع، وال 50 الثاني ليه كيلو ونص، يبقى كيلو وربع، كيلو لربع وكيلو لربع كيلو ونص، وكيلو ونص 3 كيلو، هم 3 كيلو، هتحط ال 3 كيلو للثلاث خرفان. فانت الحساب بيكون على حسب اللي مش فاهم مش واصله لك انك انت هتحسب ازاي، اديني وريتك ازاي تحسب. لو هتحسب على وزن متوسط، لو انت بتسال ازاي ان الخروف مش هياكل اكل التاني، فانا فهمتك ان ال 3% دي هي اقصى كميه، يعني هتحط ال 3 كيلو للخروف، ال 50 كيلو مش هيقدر ياكلهم، هياكل كيلو لربع في الوجبه الواحده، هياكل يعني طبعا نص، 3 كيلو هم الثلاث خرفان، هتحط كيلو ونص الصبح وكيلو ونص بالليل، يبقى الكيلو ونص لو هتحطه للخروف ال 50 كيلو مش هيقدر ياكله كله لوحده، هتلاقيه اكل لغايه ما شبع كيلو لربع ويسيب الباقي، وهيتبقى الكيلو ربع هيخش الخرفان التانيين هيخلصوهم كده يكونوا شبعانين. دي كده الطريقه ان شاء الله تكون وصلتك. السؤال اللي بعده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عندي حالات موت مواليد لحقت في النعجه وهي بتولد، لكن خرج الاول مقلوب والاخر تحتي خرجوا في نفس الوقت مع انها تعبت وهي بتولد، يعني هل الخطأ إن معرفت الوقت المناسب للتدخل ومساعدتها، وإيه هو الوقت المناسب للتدخل؟ والله وليها وقت طبعا، وليها وقت للتدخل. إزاي الوقت بيكون التدخل؟ إمتى؟ لو الأعداد قليلة وباينة قدامك، أنا معاك 5 6 نعجات، معاك نعجة واحدة أو معزة واحدة، النعجة أو المعزة أثناء فترة الحمل خلاص باينة علامات الولادة واضحة، أول شيء طول ما هي نشاطها حلو وبتاكل وبتشرب وقاعدة وبتقوم وبتقعد، المعزة تمام. ظهرت عليها علامات الولادة، علامات الولادة بتقعد تحفر في الأرض، بتقوم وتقعد على طول، تسيب الأكل، تعتزل الغنم، تاخد لها تركينة، تقوم وتقعد، طول ما بطنها منتفخة محافظة على انتفاخها، معنى كده إن المية بتاعة الجنين موجودة في مكانها. إمتى يبدأ التدخل؟ لما تنعزل النعجة وتلاقي ميتها نزلت، نزلت مية الجنين، المية بتاعة الجنين نزلت، يعني تلاقي بطنها كانت منفوخة جامد، نزلت. بطنها همدت صغرت خالص، بس لسه المولود في بطنها، لسه المولود في بطنها. في الحالة دي ما بتطولش ساعة بالكتير، المفروض يعني ساعة ساعتين، ما تكترش اكتر من كده خالص، لان كده الجنين هيتخنق ويموت جوه. ولازم تتدخل تديها ابرة طلق، حقن الطلق عشان
تساعدها في الولاده لو الولاده متعصره، وتفضل قاعد مراقبها تشوف. هنا التدخل بيكون ناس عندها خبره، الجنين لو مقلوب بيدخله بخبره، لان مفيش خبره هتموتها وتموت اللي في بطنها، اللي في بطنها هينزل ميت وهي هتموت معاه، هتعمل لها مشاكل في الرحم، هتشد الرحم هيتقطع، هتجرح الرحم من جوه، هتعمل لها نزيف داخلي، هتعمل لها التهابات جوه، هتعمل لها مشاكل المعزه ممكن تموت فيها. فلما يكون واحد عنده خبره والجنين مقلوب ولا حاجه بيدخل ايده، واحد يكون عنده خبره، مش هينفع انت تدخل وتعك الدنيا. لو رجليه طلعت بتشد مع رجليه بالراحه خالص مع اثناء الحزقه بتاعتها الدفعه بتاعتها، هتشد معاها بالراحه واحده واحده هيطلع معاك، تسلك له كده واحده واحده، تطلع بقه الانف اول حاجه بتطلع مع الرجلين، تفتح له كده بالراحه، تدلك بالراحه بصابعك كده بالراحه حوالين الفتحه بحيث توسع الفتحه شويه وتشد معاه. مفيش خبره لا ما تتدخلش، شوف حد خبره يتدخل لك. اما سؤالك الثاني كان بيته ايه؟ الفتره بين كل ولده، انا مش فاهم على تقصد يعني بعد الولاده بتطلب امتى؟ لو بعد الولاده في حدود 40 يوم 40 يوم 50 يوم تطلب الذكر تاني. الفتره المثاليه المفروض يعني شهرين، ما تكترش عن شهرين، ده شهرين يعتبر كتير، المفروض ما تزودش عن شهرين، يعني كحد اقصى شهرين، كحد اقصى المفروض شهرين، شهرين ممتاز وتدخلها تعشر تاني. يعني اذا كان عدد المركز في حدود 3 كيلو بخلاف الدريس يومين، اين الربح لان سعره مساوي سعر؟ لا انا ما قلناش 3 كيلو، 3% 3 كيلو دي ياكلها خروف وزنه 100 كيلو، خروف وزنه 100 كيلو، مفيش حد تسمين المفروض مزارع تسمينه بتسمينش خرفان 100 كيلو، 3 كيلو دي مش 3 كيلو علف في اليوم، 3% يعني لو خروف 50 كيلو بياكل كيلو ونص علف مش 3 كيلو طبعا بخلاف الدريس طبعا. ربنا يبارك فيك، الله يبارك لك. الخرفان بتاكل عرش الفول بالعيدان ما بتسيبش منه حاجه، والروس دائما لين. ممكن تكون الاعلاف الماده المركزه عندك، الاعلاف المركزه كميتها مش كميتها زياده، مش هقول كميتها زياده، هو الطبيعي في التسمين السريع، الطبيعي في التسمين السريع انا لما بسمن غنم تسمين سريع ما بينزلش الزبل بتاعهم بصوره خرز مستقل، لا ده كده معناه في الياف عاليه، كمية الهضم تام والالياف كتير ممتصه لجميع المواد الغذائيه ممتصه كلها من العلف. اما لما بدي علف مركز بكميات كبيره اللي هو 3% علف على طول اعلى كميه 3% الفترات بتاعتهم بتنزل شبه متماسكه ككتله، وتلاحظ بواقي بعض حبات العلف، حبات قليله مش كميات كبيره، حبه او حاجه يعني حبه او اتنين في الكتله، ده دليل على انه واخد حقه في العلف والزياده بس مش اكتر. عاوز لا مش عاوز الفترات تنزل بالشكل ده، بتخفض شويه الاعلاف المركزه وتزود الماده الملقة. طبعا زي ما انا بيقال يعني الهدر في الحاله دي هو فيه هدر طبعا بس هدر بسيط، بس انا بطمن ان كده الخروف واخد حقه في العلف بزياده مش اكتر، ولكن في هدر يعتبر هدر بسيط لا يذكر، يعني مش الهدر الكتير مقابل سرعه التحويل، هدر بسيط مقابل سرعه التحويل. سؤال اخر، انا عايز احط عسل اسود للخرفان. والله طالما الغنم حلوه ونشاطها حلو ومديها حقها في العلف، بتسخن لو هي في شهر واحد في عز التلج بتلاقيها بتعرق من العلف، مش محتاج عسل اسود ومصاريف زياده، العسل الاسود يعتبر فاتح شهيه مش اكتر من كده، ولكن وغني طبعا بالفيتامينات والمعادن والاملاح فكمكمل غذائي يعني، انما مش علف، العسل الاسود مش علف مش بديل العلف. هل العسل الاسود تبيت سؤالك بيسد شهية لا انت بتحط كمية يعني، ممكن بتحط مثلا لو جردل 20 لتر ممكن تحط فيه مثلا 50 سنتي عسل بس، جردل 20 لتر مثلا او 30 لتر ممكن تحط فيه 50 60 سنتي عسل، زي ما قلت لك فاتح شهية كغني بالفيتامينات والمعادن مش اكتر، ولكن لو العلف حلو مش محتاجة كل هذه المصاريف زيادة تعتبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي خروف عمر سنة ونص وزنه حوالي 60 كيلو، وزنه ضعيف خالص على عمره كبير قصاد وزنه،
ليه اصبعين حركته مش مظبوطه وبيتهز وزي ما يكون هيقع وهو ماشي. واديته عرض فيتامينات بعد كده، اديته اوكس طويل مفعول مره ثانيه، علمنا انه اكله كويس ومش بيلف حول نفسه. طالما مش بيلف حول نفسه، شاع عينيه كويسه، شايف، مش مدوشن يعني، ما عندوش التهاب في المخ، وحركته واكلته كويسه، شهيته كويسه، يبقى الخروف عنده نقص كالسيوم. عنده نقص كالسيوم، اي ابر كالسيوم مع فوسفور، كالسيوم مع كافوزال، في منه في الميه وفي منه حقن. شوف المتوفر عندك واديله 3 4 ايام ان شاء الله هتظبط معاك. وممكن تجيب له دواء بشري اسمه ديكال 12، دواء بشري شرب عباره عن كالسيوم وفيتامين د وفيتامين ب، كويس للعظم لنقص الكالسيوم. العلبه 120 سنتي من اي صيدليه بشري ب 6 جنيه. وهو وزنه كام؟ 60 كيلو. اديله كل يوم 30 سنتي، شربه، خلص العلبه عليه كل يوم 30 سنتي، هتخلص في 4 ايام ان شاء الله، مشيته هتتظبط على طول. هل يوجد مشكله في السلاك كطعام للاغنام؟ عندي يومين ينفع احط له؟ زي ما قلنا سلاج مفيش مشكله، اتكلمنا عنها في حلقه امبارح ما شاء الله، الحلقه الفيديو امبارح ما شاء الله نسبه المشاهدات عاليه جدا جدا فيه ما شاء الله، ان الزهرة في ناس كتير كانت مستنيه الامهات، مشروع الامهات اتكلم عنه، فاتكلمت وذكرنا فيها السلاج كمواد ملقى كلها ضروري، طالما هي متوفرة أي مادة ملقى رخيصة لازم تبقى متوفرة عندك بكميات. بس في نفس الوقت ما تأكلش سلاج بس عشان السلاج بس بكميات كبيرة، بيعمل حموضة عالية ويدمر الكرش. انت سلاج مع زي ما انت كاتب مع تبن قمح مفيش مشكلة، مع سلاج مع تبن قمح مع تبن رباية لو تبن البرسيم، مع تبن فاصوليا، مع عرش سوداني، مع شوية قشر بصل، خلطة، تنوع، التنوع ضروري مطلوب. عندي رحلة سألت عليها حضرتك في الفيديو، وزنها 15 كيلو، سنها صغير، دلوقتي البروز بتاعها مش زبل، تقدر تقول شبه العجين، هل ده بداية إسهال؟ زي ما قلت لك ده ذكرته من شوية، ده ممكن يكون زيادة علف مش أكتر. الإسهال بيبقى مية، تنزل مية على طول. عند الماء صغير عمر أسبوع، البروز الأصفر ده بس طري قوي وفي نسبة لزوجة، يعني بتنزل اللي هي اللي بتبقى عاملة زي الكريمة لزجة، ده الطبيعي. ده الطبيعي عمر اسبوع، ده يعتبر السرسوب بتاعها لسه بتنظف المعده، ده لسه المعده بتنظف، ده الطبيعي مفيش منه اي مشكله، بتبقى صفرة ولزجه. اسمي هيزا، اهلا وسهلا يا باشمهندس، مهندس مدني، باشمهندس هيزا. انا عملت لك الفيديو ورديت على سؤالك في فيديو مخصوص وسميته معدل التحويل معدل التحويل ومعامل العلف ومعامل تحويل العلف والوزن الوزن المثالي للبيع، وزن البيع المثالي او وزن المثالي للبيع. ده الفيديو بتاعك اللي هتلاقي فيه الاجابه بتاعتك، الفيديو كله يعتبر فيه الاجابه بتاعتك. على العموم سؤالك النهارده، الله يبارك فيك، اذا الخروف لم ياكل يوما يرجع للخلف مره يومين؟ ده اكيد طبعا. أين تتبادل القيمة الغذائية المتمثلة بالبروتين والكربوهيدرات للعلف المأكول؟ هل تستهلك في مخاطر الأمراض؟ لا، بروتين وكربوهيدرات بتروح في بناء الجسم طبعا، بناء الجسم عموما، النمو، في النمو، في النمو بكلمة واحدة يعني، البروتين والكربوهيدرات والفيتامينات والأملاح والمعادن كلها بتروح في النمو. هل تستهلك في مخاطر الأمراض؟ خد قاعدة عامة، طبعا الجسم متماسك، مصنع متكامل من كل حاجة، كل عنصر بيكمل التاني، كل حاجة بتكمل التانية، مفيش منفعة لو نقص عنصر المنظومة كلها بتقع. فعموما قاعدة، غذاء سليم، علف سليم، علف كويس، علف موزون، رعاية كويسة، رعاية كويسة معنى كده صحة كويسة، صحة كويسة معناها مناعة كويسة، مناعة كويسة معناها مقاومة أمراض كويسة. يعني الخلاصة كلها مكملة بعضيها، وطبعا بالنسبة للأغنام متوقفة اعتماد كبير على التغذية السليمة والرعاية. هناك دراسة رياضية تقول 50% من وزن الخروف يكسبه خلال 3 أشهر الأولى و25 يكسبه خلال 3 أشهر. لا الصراحة أنا قريت التعليق بتاعك، لا الدراسة دي مش منطقية، 50% من وزن الخروف خلال 3 شهور، لا، و25 خروف السنة الأولى
في خلال السنة الأولى عمر سنة معدل التحويل بتاعه بيكون تقريبا شبه ثابت. معدل التحويل بيكون شبه ثابت. ارجع للفيديو اللي أنا جاوبتك فيه تعرف الفرق بين معدل التحويل ومعامل العلف. أنا السؤال ده ذكرته كم كيلو علف بيزيد كم كيلو لحم، فأنا ذكرت معامل التحويل بيختلف. معامل تحويل العلف، أعلى معامل تحويل العلف الخروف وهو صغير فعلا في أول 3 شهور، أول شهرين 3 شهور أعلى معامل تحويل، يعني بياكل كمية علف قليلة وبيزيد زي الخروف الكبير. معامل تحويل عالي، ممكن ياكل 3 كيلو علف 3 كيلو ونص يزيد كيلو لحم. أما لما بيكبر لا، ممكن ياكل 6 كيلو علف عشان يزيد كيلو لحم، معامل التحويل بيقل. ولكن معدل التحويل يعتبر ثابت. بالعكس معدل التحويل لما بيكبر أعلى شوية، يعني ممكن هو صغير يجيب 200 جرام في اليوم 250 جرام في اليوم، لما يكبر ممكن يجيب 270-280 بعد ال 40 كيلو. فإحنا الدراسة دي مش منطقية. الخروف معدل تحويله في السنة الأولى مستقر، معدل التحويل معدل الزيادة. السؤال فإذا كان في السوق متوفر 30 كيلو بعمر انت هنا قسمتها مراحل عمرية، فأنا المراحل دي مش منطقية، ما تربطش بها دماغك. بس عموما الخروف لازم تشتريه، الخروف اللي هتدخله تسمين عمره في حدود الثلاث شهور مفطوم، لسه مفطوم، عمر ثلاث شهور ما لا يقل عن 20 كيلو، لا يقل وزنه، لا يقل عمر ثلاث شهور لا يقل عن 20 كيلو. طبعا بيوصل اعلى من كده، في اعلى من كده، بس احنا بنقوله ده الحد الادنى. في اقل من كده، في اقل من كده كتير، في 5-6 شهور ووزنه اقل من 20 كيلو. في 6 شهور ده معتمد على المراعي فقط لا غير، وخروف تعبان ومش لاقي لبن ومش لاقي علف، ده ضعيف خالص، ده معدل النمو بيبقى ضعيف جدا. فانت تنقي الخروف صغير في السن والوزن بتاعه المظبوط. كل ما كان الخروف صغير في السن ووزنه تقيل، كل ما كان الخروف ده نمرة واحد، مناعة مظبوطة، معدل تحويل فوق الممتاز. بالنسبة خزن العلف، مكونات العلف، لازم يكون المكان جاف وجيد التهوية، تهوية ممتازة وجاف، دي رقم واحد في تخزين الأعلاف. ما يكونش فيه رطوبة، رطوبة معناها فيه فطريات على طول مباشرة، رطوبة عفن، رطوبة عفن مباشرة. ويكون التهوية كويسة، مكتوم بيحصل التسوس السوسة. ويفضل انك تبخر المكان، في ادوات بتتجاب، في ادوية بتتجاب بتتحط في المكان، في زي البخور بيتولع بيقضي على جميع السوس في المكان عشان ما يحصلش تسوس. اذا كان في قمح او شعير او ذرة بتسوس على طول مع الركنة فترات طويلة، لازم تبخير المكان ضد السوس. هل ستصيغ الغنم ليفت الالياف التي تحيط الذرة بها؟ مش كل الغنم بتاكلها، هي بتاكلها ممكن لو هي جافة كويس وفرمتها زي التبن هتاكلها الغنم. اما الكلة في مصر اللي بيقول على الكلحة اللي هي العرنوس اللي هي اللي شابك فيه حبيبات الذرة، ده الغنم ما بتحبوش، الغنم ما بتحبوش الا لو اتفرم فرم ناعم وتم خلطه مع العلف ممكن يتاكل. اذا اراد المربي حلب الامهات دون التأثير على حصة المواليد، أي الساعات أفضل لذلك؟ والله أنا بفضل اللي يحلب من الأمهات يكون حليب متبقي زايد، بمعنى تشوف أنت ابنها مطلوق معاها بيرضع بيتبقى، ما بيعرفش يرضعها بالكامل. لو هي معزة وفيها لبن كتير بتلاحظ أنه بيرضع جنب واحد ويسيب الجنب التاني، أو يرضع جنب ونص الجنب التاني، فأنت بتصفيه بين الحين والآخر تحلبه. ده انا شايف لو انت عاوز المولود يطلع بافضل صحة واعلى معدل تحويل يبقى تسيبه يرضع لما يشبع، طالما هو صحته تمام ما بيحصلوش اي اسهال من اللبن. هل الجزر مفيد للاغنام والكمية المناسبة لكل خروف كام كيلو يوميا؟ في التسمين السريع الجزر ما هو الا فاتح شياب بعد العلف، ما يتاخدش قبل العلف انه عشان ما تعملش رجيم، ما تخليش الخروف يخس تسد نفسه عن العلف، لا، بعد ما ياكل كمية العلف المركز اكله جزر نص كيلو كيلو، ما فيش اي مشكله، الكميه ما فيش منها اي مشكله بعد العلف المركز المتوفر عندك اكله لغايه ما يشبع، ما فيش اي، بس بعد العلف المركز مش قبل، بعد كميه العلف المركز اكله جزر براحتك ما فيش اي مشكله، مفيد بس هو مش بديل العلف طبعا، هو كفاتح شيء فيتامينات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي غرفان صغير ما اعرفش سنهم، بس هم بياكلوا 3 شهور، بحط لهم برسيم وعرف طول اليوم، هل ده صح ولا غلط؟ والعشرة كيلو عبارة عن بالنسبة بتحط لهم طول اليوم علف وبرسيم، مفيش اي مشكلة تمام. اوقات بينقوا العيش ويسيبوا العلف، حاول تطحن العيش تكسره صغير، متخليش العيش كبير، اطحن العيش بحجم دشه، بخليه بحجم حبيبات الدشيشة، وزود انت عندك الدرة ياما 7.5 شيشة وحاطط كيلو عيش وكيلو ونص كسر فول، بس حاول تكتر كسر الفول شوية عشان الخرفان صغيرة، خليها تديك معدل تحويل عالي وهي صغيرة لسه. عندك انا بيكلش برسيم مع انه مش زفر ولا عليه ماء، بس عندهم برد، هل يأثر واعمل ايه؟ لا الصراحة مفيش غنم بتكون شبعانة، ممكن تكون شبعانة علف. البرسيم لازم يكون فيه حاجة، البرسيم الغنم بتحبه، بس ممكن الغنم متعودة على العلف واكلة علف شبعانة فمش هتبص للبرسيم، فانت انشر البرسيم كده في الشمس، دبله بس كده يوم وتاني يوم اكله، لو ما كلوش يبقى الغنم شبعانة علف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي جديان شامي تسمين، بفكر استبدل العلف اللي بخلطه 15% بروتين، 15% بروتين وب 5.30 قرش للكيلو، بعلف جاهز 14% بروتين، علف الدهلية عموما بدون ذكر اسماء، بدون ذكر علف ايه ومش علف ايه، نظرا لان ارخص ده مستحيل يكون فيه علف جاهز، دي خدها قاعدة حطها حلقة في ودانك، مفيش علف جاهز ارخص من العلف اللي انت هتعمله يكون بروتينه اعلى، مفيش، دي حطها حلقة في ودانك، مفيش علف جاهز انت تشتري جاهز بنسبة بروتين انت ما تعرفش تعملها بنفسك، يعني مفيش علف هيجيبه لك جاهز ارخص ونسبة بروتين اعلى، لا مفيش الكلام ده خالص، دي خدها حلقة في ودانك، طالما انت الخامات متوفرة عندك بالاسعار الطبيعية مش اسعار مبالغ فيها، وعمر خد الخلطة دي عندك على سعر الذرة الغالي النهاردة ب4.70 قرش، ب4.70 قرش سعر الذرة النهاردة دي شيش، خد العلفة دي واحسبها وشوف بروتينها كام عشان تعرف ان انت في غلط عندك، وشوف سعر الكيلو كام، 55% ذرة و20% صويا، لو غنمك بتاكل العلفة، لو غنمك بتاكل العلفة الناعمة مفيش مشكلة، حط 25 كيلو نخالة، 25% نخالة، 25 كيلو نخالة و55 كيلو ذرة دشيش و20 كيلو صويا، الصويا ب 8 جنيه والنخالة ب 3 جنيه و30 قرش، خليها ب 3 جنيه و40 قرش، الشكارة ب 135 40 كيلو، 140 ب 3 جنيه و40 قرش، والدشيشة خليها ب 4.70 قرش، احسب لي دي شوف نسبة البروتين كام، مش هتقل عن 17% ومش هتوصل 5 جنيه وريال، مش هتوصل 5 جنيه و30 قرش اللي انت عاملها، وهتفوت ال 17% نسبة البروتين. ده انا بكلمك ان انت ما شلتش شوية من الذرة اللي هي 55 كيلو تشيل وب 4.70 تشيل منها شوية وحط شوية عيش مثلا الكيلو ب 3 جنيه، دي هتجيب عيش غالي ب 3 جنيه ونص، هتشيل لك 20 كيلو من الذره وتحط مكانها مش، هتلاقي العلفه نزلت عن ال 5 جنيه، ما وصلتش 5 جنيه اصلا، مش هتوصل 5 جنيه على مو، بس يعني حاول تشوف بدائل العلف وارجع لفيديوهات العلف هتستفيد اكتر، هتعرف ان مفيش علف جاهز رخيص. هل يوجد فائده من قص شعر الجديان مع بدايه الحر من ناحيه التحويل والنمو؟ طبعا اكيد، الجدي او الخروف، طبعا انت بتتكلم عن معز جديان، الجديان مش قد كده، بس الجديان القص الشعر حلو لما تيجي تحمي او لما تيجي ترش عشان البراغيث، عشان البراغيث القص الشعر كويس عشان لما تيجي ترش اي مبيد للبراغيث، انما في الغنم ضروري، الغنم بتعرق وبتتكتم، الغنم لما بتتقص في موسم القص في بدايه الحر مع العلف بتعرق، اول شيء بتلم براغيث الصوفة الشعر الكبير او الصوفة الكبيرة،
تالت شيء مع الحر والعرق ممكن تعمل جوب وجرب وتعمل مشاكل جلدية. فانت تالت حاجة بيخلي الخروف سخن، ودي الاهم، بيخليه شهيته في الاكل بتكون ضعيفة. لما بتقصه بيفوق وبينشط، وتلاقي الخروف يومه بيومين على طول. الخروف المقصوص العرقان، الخروف العرقان اللي بيتقص يومه بيومين في العلف عن الخروف اللي قاعد بصوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزن الفطام كام؟ الفطام المفروض زي ما قلنا 3 شهور لا يقل عن 20 كيلو المفروض، ده الكويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آخر فيديو تحدثت عن التغذية المركزة بالنسبة للأمهات شهرين آخر عشار وشهرين رضاعة، والفطام يكون على 3 أشهر، يعني هناك شهر رضاعة بدون علف مركز، هل لا يؤثر ذلك على صحة الأمهات؟ رقم واحد، ركز في كلامي كويس، في الفيديو قلت إن بداية العلف يكون بالتدريج، يعني مش هتيجي في الشهر الرابع وتحط مباشرة الكمية اللي انت عاوز تحطها الكبيرة مرة واحدة، هتتدرج قبلها بشوية، يعني قبل ما يبدأ يخش الرابع في نهاية في نص الثالث هتبدأ تتدرج واحدة واحدة، تديها ربع كيلو علف لو انت معتمد على الألياف أو معتمد على المادة الملقى بس، معتمد على المراعي بس، وهتدخل علف هتدخله واحدة واحدة، كفاية ربع كيلو في آخر النهار، وتبدأ كل شوية تزود 250 300 جرام 350 400 على حسب الكمية اللي انت عاوز توصل لها. فانت هتبدأ تدريجي في 15 يوم، وكذلك في الانتهاء قلنا ما تنتهيش مرة واحدة، مش انا اكون بدي كمية كبيرة ما انت كده في الحالة دي تبقى انت بتدي اقصى كمية خلاص في اخر شهرين في الرضاعة، اول شهرين في الرضاعة يعني بتدي الكمية الكبيرة، تدرجت في شهور الحمل وبعد كده خلاص ثابت على كمية كبيرة، ما تجيش تقطعها مرة واحدة وتنهي تخلي النعجة تروح ترعى، لا تحصل لها مشاكل. لازم النهي برضك تكون بالتدريج. هتاخد لك 15 يوم في الشهر الثالث من الرضاعة، 15 يوم بتعلف بالتدريج، دي نقطة. النقطة الثانية، الخروف عمر شهرين المفروض يكون اعتمد على العلف ما لا يقل عن 60%، من 60 لـ70% معتمد اعتماده في التغذية على الأعلاف مش على اللبن. العمر شهرين المفروض ما لا يقل عن من 60 لـ70% في تغذيته معتمد على العلف، يعني لو حصل نقص في اللبن مش هيزعل الخروف، هو معتمد على العلف بكمية كبيرة 60-70%، هيعتمد في خلال 15 يوم اللي يحصل فيهم انخفاض في اللبن دول هيكتر احتياجاته من العلف، هياخد يسحب علف اكتر، لما يلاقي اللبن نزل هيدخل في العلف اكتر. فدي النقطة التانية. كده تقدم السؤالك اللي أسأل ذكر صحة الأمهات، والتاني بقى تقدم على صحة الأمهات، خد قاعدة، الأم مش مجرد ما تقطع عنها العلف من تاني يوم هتموت ولا هتضعف ولا هتهزل، لا طبعا مش من يوم وليلة، نعجل لها 4 شهور بتاكل علف، مش هتيجي من يوم وليلة ولا من 15 يوم ولا من 20 يوم، و15 يوم تدريج في العلف مش هتخرب مرة واحدة النعجة، لا مش هيحصل لها حاجة، زائد ان انت هي بترعى بتاكل في المرعى، ما انت هتعوض لها في المرعى، هتعوض لها في الملأ، لو انت قافل لا هتعوض في المادة الملقى، بتاكل مادة ملقى اكتر عشان بتنقص العلف، لازم تزود المادة الملقى، هتاكل مادة ملقى كتير، العلف بيشبع فتيجي تاكل مادة ملقى ما تاكلش كتير، تخفف المادة الملقى، لا والله تخفف العلف واحدة واحدة تلاقيها بتزود طبيعي في المادة الملقى، فهي مش هتتدمر، لا ما تخافش مش هيحصل فيها اي مشكلة ان شاء الله. كما تنص عن تبن الفول كمادة ملقى، كيف يتم تقديمه نظرا لقساوته؟ تبن الفول عندنا في مصر هنا بيتفرم في الدراسة، بيدخل الدراسة بيتفرم، بيبقى زي التبن، زي تبن القمح، نفس حجم تبن القمح كده، لو في دراسات تعمله ناعم في دراسات تعمله خشن، فانت تقفل على الدراسة، لو انت عندك الدراسة اللي بيدرسوا فيها القمح، اللي بيدرسوا فيها القمح تبن القمح تدرسوا فيها، تدخلوا فيها تدرسوا، بس تخليه يقفل لك عليه، خليه تطلعه ناعم بياكلوه، مفيش مشكلة، في نسبة ورق، الورق بتاعه قليل بس موجود، في ورق، والعود من فوق بيبقى رفيع خفيف ومن تحت بيكون زي الحطب، فالجدر بيقعد ما بيطحنش اصلا، بينزل زي ما هو، وما بتاكلوش الغنم، بس بياكلوا الحاجات الناعمه اللي هو هيطحن العود كله من فوق لقبل الجدر ب 10 سم كده، ده بالنسبه في مصر هنا بيتفرم. من ناحيه صعوبه الهضم، لا مفيش فيه صعوبه هضم، طالما تمدغ وتاكل مفيش اي فيه صعوبه هضم ان شاء الله. واهلا وسهلا بيك من تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان عندي سؤال بين حضرتك، هل 3% اللي ياكلها الخروف من وزنه في اليوم الواحد خاص بالعلف المركز؟ اه طبعا 3% علف مركز بدون اي مادة ملقى، المادة الملقى بعد العلف او مع العلف من غير ال 3%،
عندك مادة ملقة بتخلطها بالعلف يبقى 3% بدون التبن، بدون المادة الملقة، 3% في اليوم بدون المادة الملقة. معلش الفيديو طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي الفرشة المثالية تحت الغنم وطريقة تنظيفها وتطهيرها؟ شكرا جزيلا. الفرشة إذا كنت في أرض تراب بتكنسها بالكامل، دي رقم واحد، بتبدأ تفرش. لو هي أرض تراب مش محتاجة فرشة، لو هي أرض ترابية مش محتاجة فرشة. الغنم بتعمل عليها وبتزبل عليها وبتبول عليها، بس لما بتعفر وبتكتر السبخة بتاعتهم فوق بتلمها. وإذا كان في فرشة تراب، لو وطيت الأرضية فرشة تراب جديدة نظيفة بتفرشها تحتيهم وخلاص. أما لو كانت على خرسانة زي فوق السطح، أو أنت صابب الأرضية خرسانة، لازم يتفرش فرشة، ما ينفعش الغنم تقعد على خرسانة على طول يعني. لازم تعمل فرشة. فرشة عبارة عن إيه؟ إما قش رز مفروم عشان تعرف تلمه، لو حطيت قش سليم يبقى صعب في لمه، قش رز يكون مفروم زي التبن، أو تبن أو نشارة. كل الحاجات دي بتصلح كفرشة. اي حاجة عندك تشرب البول بتاعهم، تشرب البول بتاعهم. مينفعش تبقى تحتيهم عجينة معجنة. امتى تلمها؟ لما تلاقي الارضية عجنت، الارضية شربت ميتها خلاص، والمية بقتش قادرة تشرب مية خلاص، لازم تتلم. ولو تفرش طبقة جير الاول يكون افضل، طبقة جير، طبقة جير مطفي، ترش الاول طبقة الجير وبعد كده ترش على الفرشة. قش رز مفروم، تبن، نشارة، المتوفر عندك. المقصود بالصويا كمصدر بروتين في العلفة تبن الصويا أم حبوب الصويا؟ حبوب الصويا بعد عصرها واستخلاص زيت الصويا، هو ده اسمه كسب الصويا، مش تبن الصويا. مفيش حاجة اسمها تبن الصويا عندنا إلا إذا كنت تقصد تبن الخشب بتاع الصويا، العرش بتاع الصويا. لا، في قشر صويا وفي فول صويا حب وفي كسب الصويا. كسب الصويا هو عبارة عن فول الصويا بعد استخلاص زيت الصويا منه، هو ده اللي بيستخدم في العلف. ولو عندك فول صويا حب ما فيش اي مشكله، شغال. فضلك عايز اقضي على البراغيث، انا بربي من 6 سنين ماعز. ماعز اول حاجه تحاول تقص الشعر، وان كان تقص الشعر الطويل اللي احنا في الشتاء دلوقت، تقصقصها من تحت، بس الشعر المتدلي الزياده، مش لازم تقصها على الجلد، دي رقم واحد. وتكنس الارضيه، تكنس الارضيه بالكامل وتلمها في شكاره وترميها بعيد، دي رقم. انت ترمي فوق، انت كده بتربي فوق السطح، هتكنس الارضيه كويس بالكامل وهتقص الشعر الزياده كده عشان تعرف ترش البيوتوكس كويس، ترش مبيد الحشرات كويس. قصيت وكنست بالكامل هتجيب الغسول بيوتوكس، في بيوتوكس اردني، ما تجيبش غير الاردني، في بيوتوكس اردني اسمه دلتا مسرين، دلتا مسرين. ارجع للقناه انا حاطط صورته في الفيديو، طريقة التخلص من البراغيت ده ممتاز. تحط 3 سنتي كويس او 3 سنتي على كل لتر في بخاخة وترش المعيز كويس خالص بالكامل، جسمها بالكامل ترشها 3 سنتي على اللتر، وترش المعزة بالكامل واحدة واحدة، جسمها بالكامل فوق وتحت رش. مش عاوز تغطيس لان التغطيس هيبرد جسمها، لكن الرش مش هيغرقها كويس، بس في نفس الوقت مش هيبردها. هتحتاج ممكن رشتين، رشة النهاردة ممكن رشة بعد يومين او 3 تاني. بعد ما تخلص رش المعيز بالكامل ترش الارضية بالكامل، وحبذا لو تسيقها خالص بالبيوتوكس، ترش رش غزير، لو في مكان يطلعوا فيه برا يكون احسن، ترش رش غزير لانه ريحته نفاذة شوية لو المكان مقفول. انسى بعد كده تلاقي برغوتة لا عليهم ولا في الارضية. اما لو المكان صعب انك ترشه، هي هنا تفضل البراغيث وتبقى صعب. ممكن حضرتك تكلمنا عن الرعايه البيطريه للعشار والامهات؟ والله الرعايه البيطريه الام العشار انا ضد انها تاخد اي دواء، اي حاجه عشار ابعد عن اي دواء ليها الا الحاله الضروريه. الحاله الضروريه مثلا عندها حصل لها تسمم حمل، جت في الشهر الاخير بتقعد ومش قادره تقف خلاص، ما بتقدرش توقف، دي كده جالها تسمم حمل، لازم تتحقن كالسيوم وفوسفور وتديها عسل اسود شرب في الفم. يعني ممكن تديها كل يوم 20 سنتي في الفم تشربهم لها، 15 سنتي 20 سنتي عسل اسود. زائد تهتم، الاهتمام الاساسي هيكون بالكالسيوم والفوسفور، وممكن تحتاج تعليق محلول لو الحالة صعبة.
تحتاج تعلق لها محلول في الوريد. دي اكتر حالة تعتبر الحالة اللي ضرورة. طبعا انت لو ما يتم بعلفتها كويس وفيها كالسيوم كويس العلفة موزونة تمام ان شاء الله مفيش اي تسمم حمل هيجي لك ان شاء الله وتبقى تطلع 100%. فما فيش احسن من الرعاية من البداية، ما تستناش الحاجة على ما تتعب وبعد كده تعالجها، وبالذات العشار دي بتكون حساسة خالص. في النهاية طبعا ما تنساش اللي عنده اي سؤال يكتب تحت الفيديو النهاردة ان شاء الله، وربنا يسهل خلال يومين ان شاء الله بيتم الرد على جميع الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.